Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Donc aujourd'hui, on va continuer la série d'exercices concernant les limites d'une fonction numérique. Donc, exercice numéro 2, calculer les limites suivantes. Limite quand x tend vers 1 de la valeur absolue de x moins 1 plus x au carré moins 1 sur x au carré plus x moins 2. Donc, premièrement, كنتمنى انكم ديروا بوز لا فيديو وتحاولوا بعدا تحاولوا. انا هنا قلت لكم واحد لو رابيل ديال لي ليميت تريغونوميتريك بالنسبه لهاد لي دو ديغنييغ ليميت. حاولوا بعدا كده بشويه وعاد كملوا لا فيديو. دونك ليميت كون اكس تون فيغ 1، هنا عندي واحد لا فالور ابسولي، يعني خصني باش نحيد لا فالور ابسولي خصني نعرف هذيك اكس موان 1 فوقاش غتكون بوزيتيف وفوقاش غتكون نيجاتيف. كنعرفو بانها كتنعدم في واحد، دونك خصني نعرف ا دغواط دو 1 كيفاش غادي تكون اي ا غوش دو 1 كيفاش غادي تكون. دونك عندي اكس موان 1 دونك كتنعدم هنا عندنا في لو 1 à droite de 1 est positif et à gauche de 1 négatif. Donc la limite, la limite quand x tend vers 1 et x plus petit que 1 de la valeur absolue de x moins 1 plus x au carré moins 1 sur x au carré plus x moins 2. دونك هادشي غادي يساوي دابا حنا في الجهة اللي أصغر من واحد، يعني إكس راه أصغر من واحد. كيفاش ديال إكس موان 1 سي أن نومبر نيجاتيف، دونك بويسك إكس موان 1 إي أن نومبر نيجاتيف دونك لا فالور أبسولي ديالو سي لوبوزي، لوبوزي نتاعو، لوبوزي غادي يكون هو موان إكس بلوس 1 بلوس إكس. هنا عندي لا ليميت، باردون نكتب بعدا لا ليميت. عندي هنا موان إكس قلنا بلوس 1 بلوس إكس أو كاري موان 1 سور إكس أو كاري بلوس إكس موان 2. دونك غادي نلقى ليميت كون إكس طون فيغ 1 إي إكس إنفيريور دو 1 ونا نبسطو شويه وصافي. دونك غنلقى هنا إكس أو كاري موان إكس وهنا عندي بلوس 1 بلوس 1 موان 1 غتبقى صفر على اكس او كاري بلوس اكس موان 2. دونك لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 اكس انفيريور ا 1 غتساوي هنا قلنا هنا الاول عندي ساهل غادي غير نعمل باكس تبقى لي اكس موان 1. هنايا يا اما ديرو دلتا وتلقاو الحلول، هنايا عوضنا اصلا بواحد غنلقى هنايا واحد زائد واحد زوج ناقص جوج صفر. دونك هادي كتقبل القسمة على إكس ناقص واحد، ندير لا ديفيزيون إكليديان لي بغيتو نتوما موان دو غنقسم على إكس ناقص واحد. أولا ديرو أولا ممكن ديرو الدلتا وتلقاو الحلول، إلا كنتو شوية كتحصلو في لا ديفيزيون إكليديان راه ساهل ماشي حاجة صعيبة. دونك باش نلقى إكس أو كاري غناخد نضرب إكس في إكس، هنا نكتب العكس موان إكس أو كاري x au carré moins 1 هي moins x نكتب x plus x وندير لا صوم. دونك هنا غنلقى 0 هنا غنلقى 2 2x ونزل هنايا moins 2 moins 2 باش نضرب هنايا باش نلقى هنايا عاوتاني 2x. دونك غنضرب هنايا في 2 2 fois 2x سي 2x هنا نكتب x و 2 fois moins 1 سي moins 2 نكتب هنايا x دونك غنلقى 0. دونك x au carré plus x moins 2 كتساوي غادي تساوي x moins 1 fois x plus 2 هادي كتساوي على فعلا. دونك غادي نلقى هنا لا ليميت كون x طون فيغ 1 x plus petit que 1 غنختازن بهذا، غادي نختازن بهم بجوج، نختازن ب x ناقص 1 و x ناقص 1. دونك غادي نلقى x على x زائد جوج. ودابا غادي نعوض لان في الاول اصلا الا
الشكل غير واحد نسيت نقول لكم ديروا في الاول بعدا حاولوا تعوضوا لان شحال واحد تيبقى يمشي يقلب وهو راه ما كاينش اصلا شكل محدد في الاول راه غلقى هنا شكل غير محدد هنا غادي نلقى النقطه عندنا واحد راه واحد ناقص واحد صفر وهنا غتعوض واحد تلقى صفر صفر على صفر شكل غير محدد الاشكال اللي غير محدد اللي تعقلوا عليها كاين صفر على صفر كاين لانفيني على لانفيني كاين بلوس لانفيني من تلقى لكم بلوس موان لانفيني وكاين زيرو فوا لانفيني سواء بلوس ولا باش تعقل عليها دونك دابا غادي نعوضو بواحد غنلقى هنا واحد على واحد زائد جوج هي ثلاثة دونك راهو مشى داك الشكل غير المحدد الثانية نمشيو لا مازال حقا مكملناش هنا الأولى مازال دابا غنشوفو لا ليميت باردون مازال مكملنا غنشوفو دابا لا ليميت كون إكس tend vers 1 et x plus grand que 1. Diel. La valeur absolue de x moins 1 plus x au carré moins 1 sur x au carré plus x moins 2. Donc, je vais le faire ici. Ici, il y a la limite de 1. C'est un nombre positif. X moins 1 est un nombre positif à droite de 1. Donc, la valeur absolue de x moins 1 est le même, la même. Il y a un x moins 1, plus la limite des mitaines, c'est la limite quand x tend vers 1 et x plus grand que 1. On va distribuer plus x au carré moins 1 sur x au carré plus x moins 2. Donc, on va la limite quand x tend vers 1 et x plus grand que 1, هنا غادي نلقاو x au carré plus x moins 2 غادي نلقاها نفس الرقم الفوق والتحت يعني 1 دونك لا ليميت هي 1 دوزيامون دوزو الثانية لا ليميت الثانية عندي دونك لا ليميت كون x تون فيغ 1 aussi, diel racine x plus 3 plus racine x moins 3 sur x moins 1. Je vais vous dire, 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 والتحت حتى هو حتى لتحت غادي نلقى صفر دونك صفر على صفر شكل غير محدد انا كيبان لي بانه كاين واحد نضربو في المرافق كاين المرافق غنضربو فيه وكاين نحاول نفكك هادي ونكملو دونك هنا غادي نلقى سي لا ليميت كون اكس تون فيغ 1 دو راسين اكس بلوس 3 موان 2 هاد موان 3 غادي نردها موان 2 موان 1 دونك تلقى هاد موان 1 اللي كاينه لتحت بلوس غاسين اكس موان 1 صافي صافي المهم موان 3 فككتها انا حاولت بغيت نلقى هاد اكس موان 1 لان خدا لي واحد المصادقه هامه هنايا اكس موان 1 دونك سي لا ليميت كون اكس تون فيغ 1 هنا غادي نفكك لي الاعداد غنبقى ندير هذاك بوحدو وهذا بوحدو باش نحاول نلقى ديك المسابقة الهامة اللي هضرنا عليها دونك غاسين اكس بلوس 3 موان 2 سور اكس موان 1 بلوس وهنايا غاسين اكس موان 1 سور اكس موان 1 هنا راه باينة المسابقة الهامة بان كاينة تحت ممكن نختازلو دونك غادي نلقى سي لا ليميت كون اكس تون فيغ 1 هنا نضرب في المرافق ديال هذا هاد العدد اللي فوق سي هنايا غاسين اكس بلوس 3 موان 2 غنضربها في المرافق ونعاود نقسم على المرافق دونك عاود غنضرب في المرافق اكس بلوس 3 بلوس 2 ونكمل لتحت حتى لتحت غادي يكون ها هو غاسين اكس بلوس 3 بلوس 2 شي بان لكم ها هي اكس موان 1 بقات هنا وهنايا غاسين اكس موان 1 غادي نخليها هي هنايا اكس اكس هو غاسين اكس او كاري غاسين اكس او كاري هو اكس دونك نحاول
ديني مسابقه هامه هنا تلقاكم راسين اكس او كاري موا 1 او كاري. هنا نحاول دابا نحسب. هنا عندي ا موان بي في اف ا بلس بي دونك سي ا او كاري موان بي او كاري سي راسين اكس بلس 3 لو تو او كاري موان 2 او كاري سور اكس موان 1 فوا راسين x plus 3 plus 2. هنا غادي نلقاو راسين x moins 1 sur راسين x moins 1 fois راسين x plus 1. هاي مسابقة هام. دونك هنا غادي نلقاو سي لا ليميت كون x تون فيغ 1. هنا عندي x plus 3 moins 4. x plus 3 moins 4 غنلقى x moins 1. Moins 1 sur x moins 1. Je vais x plus 3. Il y a moins 4. Il y a moins 1. Racine x plus 3 plus 2. Plus. Je vais racine x plus, plus 2. Donc, je vais faire 1 sur racine x plus 3 plus 2 plus 1 sur racine x plus 1. Ou d'abord, on va dire que je vais vous donner un petit peu de chacun. Donc, on va vous donner un petit peu de chacun. On va vous donner un petit peu de chacun. On va vous donner un petit peu de chacun. On va vous donner un petit peu de chacun. On va vous donner un petit peu de chacun. On va vous donner un petit هي واحد على أربعة زائد جوج على أربعة هي ثلاثة على أربعة. كنتمنى يكون واضح. ثالثاً دوزو لثالثة. ليميت ثالثاً ليميت عندي دونك لا ليميت كون x تنفر زيرو دو كوسينوس x moins 1 sur x fois sinus 3x. Donc c'est donc à dire au plus je dis le point haut donc je vais choisir un des bêta une forme indéterminée ou une indige. Donc à dire le point haut cosinus de 0 ou 1 donc 1 moins 1 0 sinus de 0 ou 0 فوا زيرو دونك غنلقى زيرو على زيرو عاوتاني غنلقى شكل غير محدد. نحاول نستعمل هنايا لي ليميت تريغونوميتريك لي عطيت لكم هنايا يلا نحاول نستعملهم. عندنا أول حاجة كتبان لك تما كوسينوس موان زان وأنا عندي هنايا أن موان كوسينوس دونك غادي نعمل واحد الناقص غادي تبان دونك غنلقى هنا سي لا ليميت كون إكس تنفر زيرو. دونك من الاحسن ندير هاد القضيه نفككهم فوا 1 سيغ سينوس 3x وهنا هاد x غنخليها هنا كوسينوس x ناقص 1 باش نحاول نلقى دوك الاشكال اللي كاينين عندي تما. دونك غنلقى هنايا ليميت كون x تنفر 0 انا كتبتهم كندير الفيديو معاكم ما خدمتهمش حتى انا. دونك غادي نلقى هنا غنعملو هنا بالناقص باش تبان لي هادي باش نلقى هادي دونك سي ان موان كوسينوس اكس. هنا عندي اكس اكس هنا خصني اكس او كاري دونك شنو غندير خصني نضرب في اكس صافي الى ولكن انا هنا اكس كاينه لتحت دونك راني بحال قصدت على اكس اذا خصني نعاود نرجع نضرب في اكس. هاهي ضربت فيها هنا الفوق لحقاش غادي خصها واحد اكس. هاهي عندي هنا غنخدم هاد العلاقة هادي وهادي دونك عندي سينوس ديال انا عندي دابا غير تما عندي غير المقلوب انا عندي اكس على سينوس 3 اكس انا عندي لا ليميت تاع سينوس ا اكس على اكس هي ا دونك راه بحال عندك المقلوب راه بحال عندك واحد على سينوس 3 اكس على اكس دونك هادي غتعطينا 3 ا هي واحد على 3 صافي راه عندي المقلوب وصافي. دونك هنا غادي نلقى هاد لا ليميت هادي واحد ناقص كوسينوس اكس على اكس او كاري هي واحد على جوج دونك ناقص واحد على جوج وهنايا قلنا غادي نلقى غير مقلوبه ثلاثه دونك نلقى واحد
على 3 في 1 على 3 هي ناقص 1 على 6. لاغ دانيير ليميت عندي كون اكس طون فيغ 0 2 1 موان كوسينوس اكس فوا كوسينوس 2x سور اكس او كاري. في هاد لا ليميت شنو غادي نحاول ندير؟ عندي واحد لو 1 تما ولكن ما عنديش ناقص كوسينوس اكس، عندي لو 1 دونك خصني هاد ناقص كوسينوس اكس تبان لي. شنو غندير؟ ميمكنش نخدم بهادي لان كوسينوس اكس مضروبه هنا بجوج في كوسينوس 2 اكس، دونك غندير واحد ناقص كوسينوس اكس ونرجع نزيدها. انا شنو درت هانتوما؟ كتبتها انا نقصتها وزدتها باش نلقى باش نستخدمها. ناقص كوسينوس اكس وزائد كوسينوس اكس صافي، نقص وزد الكوسينوس ونكمل الكتابة. عندي ناقص كوسينوس اكس فوا كوسينوس 2 اكس. التعويض راه دايما انا عوضت هنايا درت لي صفر، لتحت راه عندكم صفر وهنا كوسينوس ديال جوج في صفر عندي هو واحد، كوسينوس ديال صفر هو واحد، واحد ناقص واحد يعطيك صفر، يعطيك عاوتاني صفر بلا صفر شغل غير محدد. دونك انا هادشي دابا حاليا اللي درت. شنو غنديرو من بعد؟ غادي نعمل نعملو بالكوسينوس هنايا، وهادي خلاص راه باينة، واحد ناقص كوسينوس اكس زائد كوسينوس اكس عامل تبقى لنا واحد ناقص كوسينوس دوز اكس على اكس او كار. دونك سي لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو. نفكك هادشي باش يبان لي. دونك غنلقى واحد ناقص كوسينوس اكس على اكس او كاري بلوس كوسينوس اكس فوا ان موان كوسينوس دوز اكس على اكس او كاري. باينة لكم ياك؟ غير كوسينوس اكس نزلتها بقاش نعمل لو برودوي مكاين تا مشكل. دونك سي ليميت اكس فوا كون اكس طون فيغ زيرو. هنايا عندي واحد على جوج باينة، غنبدا دابا نحسب صحيح. هنا عندي واحد على جوج، هنايا شنو قلنا غنلقى؟ ولا كان عندك واحد ناقص كوسينوس ا اكس سور اكس او كاري هي ا او كاري سور دو، دونك غنلقى زوج او كاري، غنلقى جوج او كاري هي ربعة على جوج، نقسمهم ربعة على جوج هي جوج. وهنايا كوسينوس على فاش اكس كيمشي لصفر، كوسينوس ديال صفر هو واحد، كوسينوس صفر هو واحد، غنعوض. دونك غتلقى واحد في وهنا غنلقى ا او كاري اللي هي جوج او كاري اللي هي ربعة على جوج، دونك غنلقى خمسة على جوج. كنتمنى نكون فدتكم ولا شي شوية، إن شاء الله غادي نكملو في لي فيديو اللي جايين بلي زيكزارسيس. السلام عليكم ورحمة الله.